مش عارف اقول ايه يعني. اللي عايز يعقب يعقب. انا عايز اعقب من باب المهنيه عشان برضو مبروك الكريم. هو بس سعيد حساسين ايام الاخوان وانا اجيب لك يوتيوب؟ لا لا في مش كده. يبقى عشان ما تبقاش المساله اذا كنا بنحترم جمهورنا اللي بيسمعنا المفروض انا معاك في ده اداء وقائع اهي او طبعا دي كلام واضح جدا مفيش فيه لبس وعصام بيه موجود. النفس النماذج دي اللي موجوده في البرلمان واسمائه في الاعلام وبتحط سمها في شباب مصر صحيح. وبتتاجر بقضيه مصر وبتتاجر وهي اللي بتدعي الوطنيه وهي اللي قبل كده لا سندت مبارك ولا سندت ولا سندت مرسي ولا سندت السيسي متلونه قولا واحدا. ده هو المشكله. رجال كل العصور يا دكتور. رجال كل العصور صحيح. دي صحيح. هي اللي وصلت الناس انت بتحط المتلونون على عصام بيه وده ده المتلونون ان النهارده المتلونون ما هو كتير وانت في عصر اليوتيوب يعني ما تقدرش لا ذاكره حيه خلاص لا بالصوت والصوره يا بيه. وبالتالي النهارده لو احنا عندنا النهارده كان عندنا واقعة في المجتمع المصري كلنا بنستشعر بيها في مسألة التحمل للطبقة الوسطى في بعض الأسعار وبعض القرارات اللي بتؤخذ. وأنا سمعتك قبل الهواء يعني قبل ما نطلع فعلا القرارات بتؤخذ إزاي. بالراحة شوية على الناس لأن دي أنت يهمني الطبقة الوسطى. أخد صلاح بخيت رجع. مشكلتهم أنفسهم صحيح. لا واللي قاعدين دول هم اللي قادوا التغيير يعني خليتوا الناس فصلت. أستاذ صلاح بخيت اتفضل يا فندم. اتفضل صلاح. أستاذ صلاح ألو الو الو يا استاذ احمد ها طب ما تردوا عليه على طول. في ايه يا جماعه يعني ردوا عليا. طيب ردوا عليا. ايه الوقائع اللي عندك تانية استاذ صبري؟ الوقائع سيادتك حكمين في مستأنف كفر الشيخ وبعت الحكمين هنا للاعداد ونشروهم. حبس سعيد سعد خميس الشربي سعيد حساسين سنه في القضيه 84-54 لسنه 2013 وست اشهر في القضيه رقم 13-644 لسنه 2014. برضو في حكم جنح الفيوم 26-220 بتاريخ 2014 غير سبع احكام قضائيه نهائيه باته من جنح مستأنف كرداس. غير البلاغات اللي متقدمه يعني مركز الحق في الدواء قدم بلاغ رسمي لوزاره الصحه ووزاره الصحه قالت نحذر من ادويه سعيد حساسين. تطلع انا باعت سحب بعض الادويه لسعيد حساسين. وزاره الصحه تنزل بيان تسحب هذه الادويه من السوق ولا فيهم صدره ولا في غرامات ولا في غلط ولا في ولا في هو العلاج الحر والصيدله يا جماعه. لا وزاره الصحه اللي بيقول عليه قبل ده لا دي سقطت كمان العقوبه سقطت. ومين بقى اللي سقطها ومين اللي ساعد في اسقاطها ومين اللي ما غيابي نعم لو غيابي لا كله حضور على فكره لكن ده حضوري حضوره كله حضوري خمسه حضوري خمس ازاي؟ خمس؟ خمس حضرتك خلاص خمس سنين لسه احنا بنطالب احنا بنستقر يعني انت هنا بتقول ان في شبكة مين فساد ساعدت على تهريبه او تسريبه مين بيمشي الاحكام دي لتسقط مين؟ معروف مين؟ يا فندم انت هتنفذ احكام على رؤساء الجمهورية. هل سعيد اقوى من رؤساء الجمهورية؟ صحيح. وعندنا نواب كتير هنفتح ملفهم ورجال اعمال كتير هنفتح ملفهم. الناس ديت افسدت في البلد اهدرت المال العام هنفتح ملف الحسن والحسين على واحد يا صاحبي هنفتح ملف على عرفه هنفتح ملفات كتير قوي. ايوه كده انا يهمني على عرفه. لا وبرضه حسن الراتب حسن الراتب لازم هنفتحها قبل السفاره جايبونا الى السفاره بيقدم هو اللي اصل الشريط وعمل التورتايه. ايوه كل الذاهبون معانا فيديو يا شباب عرب النظام الجديد كل الذاهبون اللي راح عرب النظام الجديد اتمنى ان ننزله ومش يجب ده يجب لمؤاخذه يعني طبعا ان الكل يتضامن لان في اسرع وفي اكشف القايمه السوداء زعتها هيعمل ولا طلبت الرليمه ولا حتى انا ما سددتش احمد اديب وخالد ابو بكر زعت قلت لهم ردوا اللي ما راحش فعلا وزوج بشكل اسمه حسن نفع قلت دكتور حسن نفع انا زعت رغم ان انا مختلف معاه بس انا زعت طبعا لا بصرف النظر البوست اللي نزلته النهارده والشعر الراجل شعره ابيض ده مش هو يعني لا ده واحد شبهه. طيب مين معانا يا شباب؟ طيب احنا يعني هناخد فاصل سريع عشان معانا ضيف تاني هنضمه لينا ونعود لحضراتكم.